قد قال سمعان الهما للطفل قولا باحتشا مولاي أطلق بسالة عبدا خلاصك قد نظر. يا أيها الشيخ الوادي وحميل الطفل الراضي أوحى لك الروح سامية ذاك الإله قدس المقادس أقبالت للقدس حتى أكملت رسم الشريعة بل عالت عن لازم فيما عمر أمر بين الملائك والورى أم وذكر لا مرى قد أدى شك كل الفكار اليوم قد وافى الإله مع أمه ذكر الفتى في هيكل الله التقى سمعان مملوءا كبار مساء الخير للجميع يعطيكم العافية. إذا نجتمع في هذا المساء بحضور وبركة سيدنا ويليام حتى نصلي ونحتفل بنيل رسامة الشدايقة لإخوتنا سيد سميح أبو رحمون وجمال معايع. وأيضا اليوم هو عيد تقدمة يسوع الطفل لله في الهيكل ويوم المخصص للصلاة من أجل المرسلين في كل العالم. بعتذر منكم قراءات القداس مش موجودة في كتاب القراءات يوم الأحد، فبتمنى منكم يكون معنا كتاب الترتيل حتى نشارك في التراتيل ونستمع بتمعن إلى قراءات هذا المساء. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لنندم على خطايانا فتكون صلاتنا مستجابة عن نية أخوين اللذين سيتقدمان من رتبة الشدياق، وأيضاً عن نية راهباتنا لأن اليوم هو الذكرى السنوية الذي يحتفل بها المكرسون بتكريسهم. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطيت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. كيريا كيريا ليسون كيريا كيريا ليسون كريستا كريستا Christ.
المجد لله في العالي ما على الأرض سلام المجد لله في العالي وعلى الأرض سلام نسبح الرب العالي هللويا الأزلي القدير خرجنا اليوم لنذكر تقريب ابنك الوحيد المتجسد في الهيكل فلنمثل نحن أيضا بين يدي عزتك وجلالك والنفوس منا نقية صافية بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور قراءة من نبوة ملاخي ها أنا ذا مرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي وللوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترتضون به ها إنه آت قال رب الجنود فمن يحتمل يوم مجيئه ومن يقوم عند ظهوره فإنه مثل نار الممحص وكأشنان القصارين فيجلس ممحصاً ومنقياً الفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة فيكونون للرب مقربين تقدمة بالبر وتكون تقدمة يهودا وأورشليم مرضية للرب كأيام الدهر وكالسنين القديمة كلام الرب أنت حظي ونصيبي
أيتها الأبواب رؤوسك، وارتفعي أيتها المداخل الأبدية، وليدخل ملك المجد. أوفي لربي نذوري، قلت أنت سيدي، أنت حظي ونصيبي، وأنا ملك يدين. من ذا ملك المجد؟ الرب العزيز الجبار، الرب الجبار في القتال. أيتها الأبواب رؤوسك، وارتفعي أيتها المداخل الأبدية، وليدخل ملك المجد. من ذا ملك المجد؟ رب القوات هو ملك المجد. أوفي لربي نذوري، قلت أنت سيدي، شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشير. المجد لك يا رب المجد. في ذلك الزمان لما حان يوم طهور أبوي يسوع بحسب شريعة موسى، صعدا به إلى أورشليم ليقرباه للرب،
كما كتب في شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر للرب، وليقربا كما ورد في شريعة الرب زوجي يمام أو فرخي حمام. وكان في أورشليم رجل بار تقي اسمه سمعان، ينتظر الفرج لإسرائيل، والروح القدس نازل عليه. وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين مسيح الرب، فأتى الهيكل بدافع من الروح. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤدي عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها، نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان أبواه وأمه يعجبان مما يقال فيه، وباركهما سمعان، ثم قال لمريم أمه: ها إنه جعل لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل وآية معرضة للرفض، وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح، للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. ليتقدم المترشحون لخدمة الشدياق: السيد سميح أبو رحمون، السيد جمال معايا، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في هذا اليوم المبارك الذي تحتفل به الكنيسة جمعاء بعيد تقدمة الرب إلى الهيكل، أي اليوم 40 بعد ولادته في مغارة بيت لحم. كما أشكر كاهن الرعية الفاضل الأب سليمان لدعوته لي كي أحتفل وإياكم بهذا الاحتفال المزدوج، الاحتفال بيوم التكريس العالمي، حيث نصلي من أجل الرهبان والراهبات، ونخص بالذكر راهبات الوردية في إربد، وأيضاً لقبول أو لإعطاء رتبة الشدياق لاثنين من أبناء هذه الرعية العزيزة. إذن في اليوم 40 بعد ولادة الطفل، وحسب شريعة موسى، صعد يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدما طفلهما إلى الرب في الهيكل. وكانت العادة أن يقدم عن الطفل الذكر ذبيحة، الأغنياء يقدمون حملاً، والفقراء يقدمون زوجي حمام أو يمام. وقدم يوسف ومريم تقدمة الفقراء لأنهما بالفعل كانا فقيرين. اليوم التغت كل الذبائح، بعد ذبيحة الصليب لم يعد هنالك أي ذبيحة، فالله لا يرضى بذبائح الحيوانات، إنما يرضى بالذبائح الروحية، وأكبر ذبيحة روحية هي ذبيحة السيد المسيح على الصليب، حيث أطاع حتى الموت،
موت الصليب. وأنتم تعلمون بأننا عندما نتكلم عن الذبائح الروحية نقصد بشكل خاص الصوم، الصلاة، الصدقة والطاعة. الطاعة هي خير الذبائح، الطاعة خير من الذبيحة، الرحمة خير من الذبيحة. أريد رحمة لا ذبيحة، يقول الرب. في هذا اليوم المبارك كلنا نريد أن نقدم ذواتنا لله، فنحن كلنا منه وإليه. نحن نصبح قرباناً روحياً عندما نقدم حياتنا بأفراحها وأحزانها لله تعالى. قبل قليل عندما دعا كاهن الرعية أخانا سميح وأخانا جمال أجابوا هأنذا. كلمة هأنذا تعبر عن الطاعة، الطاعة لمشيئة الله. فقد شعر هذان المرشحان بأن الله يدعوهما لخدمة الكلمة وخدمة الهيكل، لخدمة الكلمة وخدمة الهيكل. ولا يوجد أنبل من خدمة كلمة الله وخدمة الهيكل. فتبعا مع أكثر من 20 مرشح آخر دورة كاملة مدة سنة في عمان في المطرانية. خلالها درسوا حصصاً في اللاهوت والليتورجية، وقبل 6 أشهر نالوا رتبة القارئ التي تمكنهم من إعلان كلمة الله في الكنيسة. إن كلمة الله لا تقرأ فقط، إنما تعلن، لأنها بشرى سارة. والذي يعلن الكلمة يعلنها ليس فقط بشفتيه، إنما بإيمانه وحياته. فالذي يعلن الكلمة ويقرأها هو قبل كل شيء مؤمن بالكلمة ويعيشها، ثم يقرأها ويعلنها. ودور القارئ ليس فقط هو قراءة وإعلان الكلمة في الكنيسة، إنما أيضاً تدريب القراء الآخرين لكي يعلنوا الكلمة بكل احترام ووقار وجدارة، كما أن مهمتهم هي أن يعلموا بطرق مختلفة كلام الإنجيل بقولهم وبمثلهم أيضاً. وبعد أن قبلوا رتبة القارئ مضت 6 أشهر أخرى، واصلوا تدريبهم، واليوم يريدون أن يقبلوا رتبة الشدياق. كلمة شدياق جاي من اللغة اللاتينية سوبدياكونوس، تعني أيضاً شماس رسائلي. وهذه الرتبة تخول أصحابها أن يخدموا الهيكل، يحضروا الأواني المقدسة، الخبز والخمر، أيضاً يمنحون المناولة بشكل استثنائي للمؤمنين أثناء القداس، خصوصاً في الأعياد الكبرى وأيام الأحد عندما يكثر عدد المتناولين في الكنيسة. ثم يستطيعون إذا طلب منهم أن يحملوا القربان إلى المرضى عندما يطلب المرضى المناولة، خصوصاً في أيام أول جمعة من الشهر. وأيضاً باستطاعتهم أن يدربوا خدام الهيكل أو أن يكونوا مديرين للمراسيم، مدراء للمراسيم التي تتم في الكنيسة. فكل خدمة حبرية أو رسمية بحاجة إلى من يرتب ويدير هذه المراسيم. إخوتي وأخواتي، في الكنيسة هنالك مجال لكل واحد أن يخدم، كل حسب مواهبه. من يستطيع التعليم فليعلم، ومن يستطيع أن يخدم خدمة المحبة فليخدم، ومن يستطيع أن يرتل في الجوقة فليرتل، من يستطيع أن يخدم القداس فليخدم. كلنا بإمكاننا أن نجد مكانتنا في الكنيسة. فلا يوجد في الكنيسة مكان لمتفرج أو لمشاهد أو لمستمع،
كلنا مشاركون، لأن الذبيحة هي ذبيحتنا، ونحن لسنا فقط نقدم ذبيحة المسيح، إنما نقدم ذواتنا ذبيحة مرضية له. أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أقدم لكم في هذا المساء أخوينا جمال وسميح. هلا بدي أحكي من الذاكرة، لأنه الورقة اللي أعطيتوني إياها بقيت على الهيكل، لو تعطوني إياها الورقة التقديم الأخوين. أخونا سميح درس محاسبة وتدقيق، واشتغل في هذا المجال لفترة طويلة وما زال، وكان له عمل تطوعي في الكنيسة وفي الكاريتاس أكثر من 10 سنوات. له من الأبناء 4، وهو في هذا السن شعر بالحاجة إلى أن يخدم الكنيسة تطوعاً، وخصوصاً خدمة كلمة الله وخدمة الهيكل. نحن نشكره على هذا التطوع ونتمنى له خدمة موفقة. الأخ جمال معايا عنده نفس العدد من الأولاد، كأنكم متفقين مع بعض، يعني 4. الأخ جمال عنده دبلوم علوم مالية ومصرفية، عمل أكثر من 25 سنة في القطاع المصرفي، وهو أيضاً عمل تطوعاً في الكنيسة والكاريتاس أكثر من 10 سنوات. وقال لي قبل شوي إنه أبو ساهم في بناء هذه الكنيسة، هذا إشي جميل، هو بناها كحجر، أنت بتساهم في بناء البشر، وهذا أيضاً إشي لا يقل أهمية، تعليم وخدمة الهيكل. أبارك لكما بهذه المهمة الجديدة، وأشكر أيضاً الزوجات اللي وافقوا، لأنه مطلوب عندما يقدمون الطلب أن توقع الزوجة على الطلب، ما بصيرش إنه يخدم بدون رضاها، فأنا سمعت إنهم وقعوا برضا، يعني بدون تردد. بهذه المناسبة بشكر أبونا سليمان، لأنه بالفعل رافقنا خلال هذه السنة، هو اللي قدمكم لهذه الخدمة في الكنيسة، وأتمنى فعلاً لكما خدمة مباركة. وبستفيد أيضاً، أغتنم هذه الفرصة لأبارك لكل المكرسين بتكريسهم، ونتمنى لهم نعمة القداسة، لأنه هدف التكريس هو القداسة فعلاً، مثل ما قال يسوع: كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. وهذه القداسة كلنا مدعوون إليها، ونحن نبلغ القداسة من خلال الأسرار 7، سماع كلام الله، وخصوصاً من خلال ذبيحة القداس. آمين. نقف معا ونعلن ونجدد إيماننا بالله الآب والابن والروح القدس قائلين: نؤمن بإله واحد، على عهد بلاطس الخطي، وتألم ومات وقبر، وقام في يوم
لنصلي أيها الإخوة الأحبة لنبتهل إلى الإله ربنا كي يفيض بركته على أخوين هذين اللذين اختارهما لمهمة الشدياق ويؤيدهما للخدمة بأمانة في كنيسته المقدسة. آمين. صمت وجيز نطلب نعمة وقوة الروح القدس على أخوينا وعلينا جميعا كي نكون دائما جاهزين للإصغاء لكلام الرب. اللهم العظيم الرأفة، يا من أودعت كنيستك خبز الحياة على يد ابنك الوحيد، هلما وبارك أخوين هذين اللذين اخترتهما لخدمة الشدياق، وامنحهما أن يلزما مذابحك المقدسة ويحرصا على مناولة إخوتهم خبز الحياة وينموا في الإيمان والرجاء والمحبة من أجل بنيان الكنيسة. بالمسيح ربنا. آمين. الآن سيقوم سيدنا بتسليم الكأس المقدسة والخبز المقدسة للمترشحين، وهما الأواني التي فيها. من الآن وصاعدا سيقوم بتقديم وتحضير هيكل الرب استعدادا للذبيحة الإلهية. يا سميح، إليك الكأس والخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية أي القداس، واجتهد في أن تكون أهلا لخدمة مائدة الرب والكنيسة. يا جمال، إليك الكأس والخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلا لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. ما هذا الشرف أنا
إبليس خاف وارتجى جود يا لساني نقدم لكم الشدايق الجدد السيد جمال معايعة وسميح أبو رحمون. ألف مبروك، ألف مبروك. إن شاء الله نعمة ربنا بترافقوا وبتكونوا سند وخدام أوفياء في خدمة هيكل الرب وخدمة هاي الرعية. شكرا، وإن شاء الله نعمة ربنا ترافقوا وترافق بيوتكم. ألف مبروك. تفضل طريق تقادم. ترتيلة صفحة 262. 262 والموجود الآن في جمعنا خبز
خبزك يعطينا الحياة، والموجود الآن في جمعنا خبزك يعطينا. خبزك يعطينا الحياة، والموجود الآن في جمعنا خبزك يعطينا الحياة. صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. لتحظى برضاك تقدمة الكنيسة المبتهجة يا رب، يا من شاءت إرادتك أن يقرب لك الإبن الوحيد حملاً لا عيب فيه ليحيى العالم بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. فإن ابنك الوحيد قد قرب اليوم في الهيكل وأعلنه الروح هناك بفم سمعان مجداً للشعب ونوراً للأمم، لذلك نحن المسارعين إلى ملاقات المخلص فرحين نسبحك مع الملائكة والقديسين على الدوام قائلين: قدوس القدوس القدوس الرب إله الصباؤون السماء والأرض مملوءتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي، هوشعنا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا، فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء
أخذ الكاس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك فيما نوحي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس مدبرنا بيير باتيستا أسقفنا ويليام وسائر الأساقفة والإكليروس. أذكر أيضا إخوتنا الذين سبقونا ورقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، مع القديس يوسف خطيبها العفيف، مع القديس جورج الشهيد شفيع هذه الرعية، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن لندعو الله بالصلاة التي لقننا إياه يسوع والتي نذكر بها أننا إخوة أبناء أب واحد ولنقل أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور تعطف وامنح السلامة في أيامنا اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة أبناء المسيح فلنتبادل السلام. Ah, you.
هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت صفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. ترتيلة صفحة 425 من اليوم أنا ملكك.
ترتيلة صفحة 396 396 باسمكم نشكر سيدنا ويليام على ترأسه لهذا القداس الإلهي وإعطاء هاي البركة لأبناء رعيتنا. منهني الشديقين الجداد، منهني عائلاتهم، زوجاتهم، أبنائهم، أقاربهم، منهني أنفسنا إنه الرب عم ببارك فعلا رعايا في الأردن بشباب وصبايا، رجال وسيدات مستعدين أن يقولوا نعم يا رب، ها نحن جاهزين لخدمتك بكل ما عنا من مواهب، من عطايا ومن محدوديات وحتى من خطايا. وهي دعوة لكل واحد فينا إنه فعلاً يسأل نفسه، هل أنا غصن مثمر في كنيسة الرب؟ هل أعطي ثمر بكلامي، بأقوالي، بشهادتي لإيماني واليسوع اللي بتناوله، ولا أنا فقط شخص مشاهد زي ما حكى سيدنا، أو فقط مستهلك بتفرج باخذ وما بعطي زي ما حكى يسوع؟ السعادة في العطاء أكثر منها في الأخذ. وأبنائنا الاثنين اليوم قدموا أنفسهم وقدموا جزء من وقتهم وحياتهم ومسؤولياتهم في البيت حتى فعلا الرب يباركهم بمزيد من البركة وينقلوا أيضا هاي البركة زي ما نقلوا الآن القربان المقدس لكل واحد فيكم. فبتمنى منكم نقابلهم بالشكر وبالتشجيع، وإن شاء الله للمزيد من أبناء الرعية نشوفهم في مجالات أخرى فاعلين ومصلين في نفس الوقت. شكراً جزيلاً سيدنا، الرب يبارككم أبو إلياس وأبو عريق وللأمام. لنصلي. لنصلي. يا سيد الأزمنة والدهور، يا من حققت رغبة سمعان الشيخ فلم يذق الموت قبل أن يعاين المسيح ويحمله على ذراعي،
أتم بحق تناولنا الخبز الحي نعمتك علينا فنبلغ الحياة الأبدية نحن الذين خرجوا للقاء المسيح الرب الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم ومع روحك أيضا ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة بارككم الله القادر على كل شيء الأب والابن والروح القدس آمين. فلنذهب بسلام المسيح الشكر لله. ترتيل صفحة 498 صفحة 498 هل تعلم